قبل أن نتحدث يجب أن نتحدث عن هذه الحقوق. ويلسون، اسمعوني منيح يا شباب، انتو ويلسون القانون القومي العنصري بده يعطينا حقوق بدلية. بدي افهم هذه كيف بدها تكون. اللي اصر على حق على سن قانون القومي العنصري الفاشي الذي ينتزع حقنا في وطننا ويجعله حصريا بالشعب اليهودي، هل يمكن ان يمنحنا حقوقنا اليومية والبدنية؟ نخطئ ويخطئ من لا يرى الرابط الاساسي بين هذه الحقوق البدنية وبين حقوقنا القومية. ويوم الارض هو النموذج، وهو اليوم الذي يجب ان نقسم قسم الولاء لهذا الوطن ولهذا الشعب اينما كان، في الطيبة، في بير السبع، في الجليل، في رام الله، في نابلس، في غزة، في الشتات. نحن جزء حي وواعي من الشعب العربي الفلسطيني. وراح تكون انتخابات خامسة واحتمال انتخابات سادسة طالما هذا الشعب لم ينل حقه القومي والاساسي في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عاش يوم الارض الخالد، عاشت ذكرى الشهداء. يعطيكم الف. وفي المثلث نلتقي اليوم بعد 45 عاما على هذا اليوم المشهود في تاريخ جماهيرنا العربي في الجليل والمثلث والنقب وفي تاريخ شعبنا كله. هذا اليوم قبل 45 عاما كان يوما يحلم به كل شعب في هذه الدنيا، يوم تجلت فيه الوحدة الوطنية بأجمل صورها وبأروع حالاتها، وتصرفنا كشعب يناضل يكافح مثل كل شعوب الدنيا، نناضل ونكافح من أجل حقوقنا القومية. اسمعوا ليه، قبل 45 عاما ناضلنا من أجل حقنا القومي في وطننا هذا على أرضنا هذه، ناضلنا ضد مصادرة الأراضي، ومش مشان ميزانية وفتح شارع، ناضلنا من أجل البقاء، رفضنا مصادرة أرضنا، وقلنا نحن أصحاب هذا الوطن ولن نقبل بكل سياسة عنصرية تنتقص من حقنا الأبدي الأزلي البديهي في وطننا. هذا اليوم قبل 45 عاما رسخ ليس فقط في وجداننا وفي عقولنا وقلوبنا، لأننا أصحاب هذا الوطن، ولكن رسخ في أذهان أصحاب المؤسسة العنصرية أن لهذا الوطن ولهذه الأرض أصحاب مستعدون أن يبذلوا الغالي والرخيص
الرئيس من أجلها ومن أجل بقائهم في وطنهم أعزاء مكرمين، ومن أجل هذه الشباب التي تتراكد اليوم في ساحات الوطن، التي تنتشر بأعداد هائلة في المؤسسات الأكاديمية، في التخنيون وجامعة تل أبيب وجامعة القدس وبين سبع وحيفا وفي مولدوفيا وأوكرانيا وروما وبرلين وموسكو وفي كل مكان في بقاع هذا الوطن وهذا العالم. نعم، رسخنا هذه الحقيقة في أذهان المؤسسة، ولهذا بدأت هذه المؤسسة بمحاولة لضرب هذا المعطى البديهي. وقد واجهنا في سنوات ماضية الكثير والكثير حول هذا اليوم، وبالأساس وأقول بالأساس كانت هناك محاولة لطمس الدور التاريخي لحزبنا الشيوعي في هذا اليوم. قبل 45 عاما في 30 آذار كان تتويجا لعشرات السنين من الكفاح والنضال، كانت تتويجا لضريبة الدم التي دفعها شعبنا في مجزرة كفر قاسم وغيرها من المجازر في سبيل تشريدنا عن وطننا وإلحاقنا بأهلنا في عام 48 في النكبة. وهذه المخططات فشلت فشلا ذريعا، وتحديدا تم تتويج هذا الفشل في 30 أذار عام 76. ونحن لا نجافي الحقيقة بل نرسخها عندما نقول أن لحزبنا الشيوعي وقادة حزبنا توفيق زياد وتوفيق توبي وإميل توما وصليمة خميس وغيرهم من القادة الدور الأساسي. احنا بننسى يا رفيق احمد عراقي اجتماع شبعمر عندما اجتمع رؤساء السلطات المحلية بأمر من الحكومة لإلغاء قرار اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي التي كان يترأسها الرفيق صليبة خميس لكسر الإضراب والغائر. مين اللي تصدى؟ مين اللي تصدى هذه الثلة من رؤساء السلطات المحلية؟ كان رفيق توفيق زياد وقال قولته المشهورة: قرروا ما شئتم، الشعب قرر الإضراب، ونحن مصدرنا الأساسي هو شعبنا. ملهمنا هو شعبنا، ظهرنا هو شعبنا. ولهذا السبب عندما نقول أن يوم الأرض جاء للدفاع عن حقنا القومي، لأن هذه المؤسسة حتى لو حاولت بشكل بكل الوسائل أن تأخذنا إلى المطالبة والمنادى والنضال من أجل حقوقنا اليومية المعيشية اليوم يومية، نحن دائما نقول بأن هذه الحقوق مجتزأة ومأخوذة من حقوقنا القومية وليس العكس. ولهذا السبب قبل أن نتحدث عن حقوقنا اليومية وحقوقنا المدنية يجب